ça, ça met une question que le voir. Donc, quoi que va dire. Et vous, à vous, Abilé. النتائج كانت جيدة الحمد لله، فنحن مسرورون بهذه النتائج هذه، خاصة أننا حصلنا على 4 أعلى معدلات وطنيا للتلامذ ديال الشريف الإدريسي. فهاد 4 ديال الشعاب كنحصلوا على أعلى معدل وطنيا، فهذا مجهود ديال الطاقم الإداري للمؤسسة وكذلك للأسرة ديالهم لجميع المتدخلين. كذلك بالنسبة للعمومي فأعلى معدل حصلنا عليه هو 19.32، كان بثانوية زين من الزاوية. دونك كنشكر الجميع، لأن العدد مترشحين كان هو 8977، الناجحين 4916 معدل 55%، وهنا ربحنا 10 نقاط على السنة الماضية في الدورة الأولى. فهذا مجهود جبار اللي كيقوموا به الطاقم التربوي والإداري وكذلك الفرقاء اللي معنا والشركاء، لأن الجميع مثلا خدم معنا في الدعم التربوي. كذلك كنشكر الآباء وأولياء أمور ديال التلاميذ، الطاقم الإداري والتربوي، المؤسسات اللي قاموا بواحد المجهود جبار، لأن عرفتوا التعثرات اللي كاينة ولكن استطاعوا أنهم يتجاوزوا هذه التعثرات هذه بواحد مجهود كبير في الدعم التربوي. البكالوريا المهنية فنسبة النجاح ديال التلاميذ اللي كانوا حاضرين فكانت هي 80%. وما يثلج الصدر ان تلاميذ ذوي احتياجات خاصه اللي كانوا يستافدوا من التكييف ديال الامتحانات 50% ديال التلاميذ اللي نجحت، دونك تلاميذ في وضعيه خاصه استافدوا ونالوا شهاده البكالوريا. هذا ما يمكن غير نشجعوهم ونهنيوهم بهذا المنبر، هذا كنشجع التلاميذ المتفوقين، كنهني الناجحين والمستدركين، كنتمنى لهم النجاح. والدعم التربوي راه انطلق، غادي ينطلق ابتداء من يوم الاثنين ان شاء الله في جميع المؤسسات التعليميه. هذا ما يمكن غير يفرح اي واحد، اي مواطن، لان هادو وليداتنا كنفتخروا بهم وكنشجعوا التميز. خاصنا نشجعوا التميز، فهاد التلاميذ هادو متميزين دونك خاصنا نشجعوهم، ما نشجعوش داكشي التفاهات ولا، دونك خاصنا نشجعوا التلاميذ متفوقين. نشكروا اولياء الامر ديالهم اللي مواكبينهم وكذلك الاطر الاداريه والتربويه اللي معاهم. منذ التاسيس تحتل رتب جد متميزه على الصعيد الوطني، وسبق بعد التلاميذ ديال المؤسسه اللي حضروا باستقبال ملكي بحصول تلميذه مثلا النايبي هدى على الرتبة الأولى على الصعيد الوطني، وكذلك بعد التلميذات على المستوى الوطني كذلك اللي حضروا لقاءات مع السادة وزراء التربية الوطنية السابقين. هذه السنة 4 تلاميذ من مختلف الشعاب تيحتلوا الرتب الأولى على الصعيد الوطني، وهذه السنة هي سنة استثنائية نظرا للظروف اللي عاشها المشهد التلاميذي، خاصة كما كتعرفوا كانت بعض الإضرابات في بداية السنة وأثرت على التلاميذ بصفة عامة، سواء التلميذ في المؤسسة العمومية ولا التلميذ بالمؤسسة الخصوصية. هذا شرف لينا أننا استقبلتنا النيابة أنا وصحابي، حنا 4 الحمد لله جبنا أول النقاط وشرفنا بالمدرسة ديالنا وبالمغاربة كاملين الحمد لله. أنا فرحانة بزاف حقاش حصلت على أعلى نقطة وطنيا 19.62، والحمد لله فرحت مع عائلتي وصحابي، وهذا ما الا تمره لجهد درجو 3 سنوات الدراسيه. انا صراحه فرحانه ليها بزاف، واول مره وقيلا كانت اننا جوج نكونوا حنا الاولين، ما كنعرفهاش ولكن مبروك ليها حتى هي،
نتقاسم الفرحه انا وياها. نبغي نشكر الوالديه، العائله ديالي، الاطر التربويه والاداريه على المجهودات ديالهم الجباره، وهذا المعدل المحصل عليه يدل على شيء، يدل على الدعم ديالهم والمجهودات ديالهم الجباره. كنبغي نشكر المسؤولين في المديريه ديال سيدي برنوصي اللي استقبلونا استقبال حار يليق بهذه المعدلات المحصل عليها اللي هي كانت الاولى في جميع الشعب. وكان الشكر الموصول للاداره ديالنا الاساتذه اللي قراوني في المسار ديالي الكامل، وهذا المعدل كان كتتويج المسار الدراسي ديال التميز. صراحه ماشي كوانسيدونس، ولكن الدريات كيخدموا تما، الدراري تما كيخدموا. ولكن ما قلت راه السي ان سي ديال الكونكور ناسيونال كوماند ديال بعد بريبار، الدراري هما اللي كيتميزوا ماشي بالضروره الدريات. ابتسامه.